كل عام والشغيلة المغربية بألف خير، ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج المباشر الذي نخصصه لورش الإصلاحات الدستورية بالمغرب. مع ضيوفنا هذا المساء سنحاول مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والحق في الشغل والحق في الإضراب والحق في التملك. سنتوقف عند مكامن الخلل والجوانب الحقوقية التي يغفلها الدستور الحالي والمقترحات والضمانات اللازمة لجعل الدستور المقبل أداة لتحقيق مزيد من الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنين وأداة للحد من الفوارق الاجتماعية وانتشار اقتصاد الريع ومظاهر الفساد الاقتصادي وأداة أيضا من أجل العبور نحو الدولة المغربية الجديدة ضامنة للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الحقيقية التي يتقاسم ثمارها جميع المواطنين. معي لمناقشة هذه المحاور سلوى بلقزيز عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئيسة الشرفية للجمعية المغربية للنساء سيدات الأعمال، عبد المقصود رشدي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الطويل عن مجموعة إدماج للمعطلين حامل الشواهد العليا، عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مرحبا بكم جميعا. بداية، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب على إيقاع النقاش حول الإصلاحات الدستورية امتدت أيادي الغدر إلى رمز من رموز السياحة المغربية إلى جامع الفناء بقلب مراكش. في نظركم ما هي الرسالة التي يريد إيصالها من يقف وراء هذه العملية الإرهابية الجبانة التي حصدت عددا من الأبرياء؟ مساء الخير وشكرا على الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم، لك جميع المواطنين والمواطنات، ندين ما وقع في مدينة مراكش. وأنا كنت في عيد المكان يوم الجمعة في إطار زيارة الفريق الاشتراكي في عيد المكان، وداك شيء مؤلم، ومشينا المستشفى نيت كنتمناو العلاج من الحياة اللي كاينين في المستشفى. في الحقيقة هذا وقت ديال المحنة اللي خصنا جميع المغاربة يتضامنوا في المحنة ديال اللي كيعيشها هذا المغرب، وهذا الشيء كيجعلنا باش نقولوا احنا صامدين ولتسريع الإصلاحات في المغرب ونعاودوا الثقة. وكنعرفوا بان مع الاسف هذا الحادث الاليم غادي يكون عنده يعني غادي ياثر بالنسبه للسياحه وبالنسبه للاقتصاد المغربي، وهذا الشيء علاش حنا كمستثمرين مغاربه كيخصنا هنا نبرهنوا بالحجه وتكون عندنا الثقه في بلادنا باش نعطيو الثقه للمستثمرين الاجانب. وكنتمنى بان العطله الصيفيه القادمه ان شاء الله جميع المواطن المغاربه يحاولوا يقضيوا العطله ديالهم في المغرب باش ما يبقى باش ما نزيدوش ان شاء الله السياحه الداخليه. على السياحه. سي رشيدي مساء الخير. اولا ما يمكننا الا ندينوا ادانه قويه هاد العمليه الارهابيه اللا مسؤوله ولا انسانيه. وفي الواقع مهما كانت الجهات او المصادر ديال هاد العمليه الارهابيه المشينه، ما يمكن الا نقولوا بلي الجواب الحقيقي عليها اليوم هو بناء المغرب الحقيقي، المغرب ديال المؤسسات، مغرب دوله الحق والقانون، مغرب الاصلاحات اللي الان نخاض فيها. وبدون شك حنا كمغاربه جميع وكل الحساسيات والمكونات لابد نعطي واحد النفس اقوى هادئ مسؤول حذر بناء من اجل باش نوصلوا لهذا المغرب ديال دوله الحق والقانون، المغرب الحداثي الديمقراطي اللي كل مواطنه ومواطن يلقاو فيه نفسهم. كنظن هذا هو الجواب الحقيقي على هاد الحالات الارهابيه اللي مره كتصيب بلادنا واللي ما كنعرفوش واش غدا تعاود تكرر. لكن هاد الوحده والتعدد ديال الاراء ديال المغربيات والمغاربه في هذا الاتجاه ما يمكن تجعلنا الا نعملوا يد في يد باش نعطيو لبلادنا فرصه اكبر باش تعاود تبني الموقع ديالها والسياسه ديالها والقرار ديالها، فاذا من اجل بناء جماعي ديال هذه الدوله الحق والقانون. سي الزوزي. بطبيعه الحال كما اشرتم في البدايه على ان الطبقه العامله احتفلت اليوم بذكرى فاتح ماي، ومع الاسف على ان حينها الذكرى وقلوبنا مليئه بالاسى على ما حدث في مراكش في مقهى أرغان بجمع الفناء. هذه العمليه الجبانه اللي على الشعب المغربي
أن يكون الجواب ديالو في مستوى الحسابات اللي دبروا هذه العملية، وكان أعتقد على أنها محسوبة الوقت. هذه عملية تأتي ربما في مخطط لمعرقلات الأوراش التي يعيشها المغرب، ولا سيما في الجانب ديال الإصلاح الدستوري. فكيظهر لي أن المغاربة يعني في مستوى الوعي لمواجهة مثل هذه المخططات التي تقف أمام هذه الإصلاحات. ستويل، تفضل. في حق الذي حصل هو عبارة عن عملية إرهابية وإجرامية. لحد الساعة ما عرفناش شكون اللي وقف من وراءها. تنطلبوا القضاء والجهات الأمنية توقف بشكل واضح أمام هذه الجهات اللي تتمنع هذه الحركة المد الديمقراطي اللي حصل الآن في العالم العربي، واللي تتفاعل معها المغرب بشكل إيجابي، واللي مفروض أننا نتفاعل معها بشكل إيجابي، واعيين أن هذه العملية ستكون بمثابة جملة اعتراضية لن نتوقف عندها كثيرا، وأكيد أن الجواب عليها سيكون بلغة القانون بلغة الحقوق، وأكيد أن المغرب سيتجاوزها وسيثبت الاستثناء المغربي إن شاء الله. فاتح ماي، هذه السنة يتزامن أيضا مع إعلان الحكومة عن نتائج الحوار الاجتماعي والإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع المركزيات النقابية لتحسين وضعية العمال. هل أنتم راضون على هذا الاتفاق سي عزوزي؟ بطبيعة الحال بالرغم من أن الجولة ديال الحوار ديال هذه المرة يعني بالمقارنة مع جولات أخرى يمكن أن نعتبرها أنها إيجابية، ولم تكن الجولة سهلة يعني، فمن المعروف على أن الحكومة جاءت بغلاف مالي في البداية ديال 7 مليار، ف يعني المفاوضات اللي قادتها المركزيات النقابية استطاعت أن تضاعف هذا الرقم إلى ما يزيد على 15 مليار. فبطبيعة الحال كيف ما كان الحال هو دون متطلباتنا ودون تطلعاتنا، بالرغم من قلت هناك إيجابيات ما لا يمكن إنكارها، لكن نتمنى أن تتطور الأمور في المستقبل أكثر، لأن الحوار الاجتماعي وربما هذا سيأتي فيما بعد، الحوار الاجتماعي يجب أن يكون مؤسسا في الدستور، ويكون هذا الطلب فعلا وارد وهو دسترة الحوار الاجتماعي ومؤسسته. المؤسسة معناه مواعيد محددة، معناها اللي عملنا له الدسترة شنو يبقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. أولا نبغي بالمناسبة باش نوجه تحية للطبقة العاملة المغربية، كل مكونات الحركة النقابية في المغرب وفي العالم، لأن هذا يوم تاريخي بالنسبة للحركة العمالية والاجتماعية. وبغيت نذكر باش ما ننساوش بحال اللي قال الصديق الطويل منذ لحظات باللي الحركة النقابية في المغرب ساهمت في تأسيس واحد الثقافة ديال الاحتجاج، وهاد الثقافة ديال الاحتجاج أدت لواحد العدد كثير ديال المحطات في المغرب اللي ساهمت كذلك في الاستقرار، ساهمت في البناء الجماعي، وساهمت في هذا الحوار الاجتماعي اللي كيتكلم عليه السي العزوزي اليوم، واللي بالمناسبه ممكن الا نهنيو كل الاطراف الاجتماعيه على انها فتحت واحد النافذه جديده، وبحال اللي قال الاستاذ لازم من المؤسسه ديالها، ولازم ما تكون واحد الاجنده محدده، لان حق الشغل من الحقوق الاساسيه ديال المواطنه وديال حقوق الانسان، حق الاضراب كذلك، الحق في التنظيم النقابي وفي التعدد النقابي كذلك واحد من الحقوق الاساسيه. المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحال اللي كتعرفوا حسب ظاهر المؤسس ليه هو كيقدم مقترحات كلما طلبت منه، وطبعا بشكل ذاتي كيمكن يساهم في واحد النقاش. اليوم اللحظه كذلك اللي جا فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممكن لها الا تساهم في بلوره ديال افق جديد للمساله الاجتماعيه في الشموليه ديالها، لان في الواقع هذا المغرب الجديد اللي كنذكروا عليه والاستقرار والتنميه والقدره على الاستيعاب ديال طلبات التشغيل
ما يمكن لها تكون الا بمعالجه شموليه للمساله الاجتماعيه اللي هي وحده من الرهانات الكبرى ديال المغرب. غنجيب التشغيل فيما بعد. شنو هو التقييم ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب لنتائج الحوار الاجتماعي؟ الاتحاد العام لمقاولات المغرب انخرط في هذه الاتفاقيه ووقع عليها بعد ما عقدنا واحد المجلس الاداري يوم الثلاثاء اللي كانوا مستدعين ليها جميع الفيدراليات جميع القطاعات. الحقيقه هي ما كانتش سهله لان كاين قطاعات اللي عندهم اللي فيها ازمه. وما ننسوش بان من 2008 بدات واحد الازمه الماليه اللي هي ولات ازمه اقتصاديه واللي المغرب مع الاسف تقاس. ولكن حنا كنقولوا ما حنا ماشي ضد يعني الحد الادنى للاجور، ولكن حنا مع تطبيقه يعني بالنسبه لنا كاين مشاكل ديال المقاولات اللي هي في القطاع. كاين واحد القطاع غير منظم اللي هو كثير اللي هو ما تيخلص يعني حتى شي ضريبه، ما كيطبقش القانون. اذا كيبقى المقاولات اللي في لا سي جي ام كتبقى عندهم واحد المنافسه اللي غير شريفه. ومن غير كاين عندنا طلبات اخرى يعني اللي كنا كنتمناو بان هذا الحوار الاجتماعي تكون فيه يعني بنود اخرى من غير الاجور. مثلا القانون التنظيمي للاضراب اللي مازال ما خرجش، مثلا المشكل ديال التكوين المستمر ديال الاو اف بي بي تي يعني اللي كتدفع عليه الشركات ولكن ما كتستافدش منه. اذا كاين نقاط كثيره، ولكن عندنا وعود في هذا يعني في هادشي اللي وقعنا عليه. كاين وعود بان هاد الملفات كلها هي غادي تفتح من هنا لاخر من هنا للصيف ان شاء الله. سي طويل، انت من مجموعة ادماج المعطلين حامل الشهادات العليا، كنت من المحظوظين الذين اعلن عن ادماجهم في الوظيفة العمومية مؤخرا. انت متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، واش كتعرف شي بلاد في العالم مهما تكون متقدمة اقتصاديا وعارقة في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان يتظاهر فيها حامل الشهادات للمطالبة بالتشغيل في الوظيفة العمومية؟ تعرف في المغرب، المغرب دولة يتظاهر فيها الأطر العليا للمطالبة بحق دستوري وحق تنتمي للجيل الثاني من حقوق الإنسان اللي هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هو حق مكفول دستوريا، مكفول بمقتضى قوانين صدرت من 67 مرسوم 67 بالنسبه للنظام الاساسي للموظفين المشتركين بين القطاعات. تكرس مع حكومه الانتقال الديمقراطي التوافقي مع السي عبد الرحمن اليوسفي بمقتضى المرسومين الوزاريين. تكرست الوتيره ديالو مع حكومه جدو، وتسرعت الوتيره ديالو مع الحكومه ديال عباس الفاسي. كيف دوستم ان الدستور يعادل التوظيف في القطاع العمومي؟ انا جايك باش نتوافقوا، لان خصنا نوضعوا الامر في الاطار ديالو الصحيح. تنعرفوا بان حركه النضال الديمقراطي العربي هي حركه بدات من الاحتقان الاجتماعي. المغرب تقدر يتجاوب، وهذا هو اللي تكرس الاستثناء المغربي، هو قادر يتجاوب مع المقتضيات الاجتماعيه بواحد النوع من 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 السرعه. المشكل ديال العطله، عطله الاطر العليا، العطله النوعيه ولا يعني العطله بشكل عام، هو جا نتيجه سياسات عموميه كرسات واحد الشكل كبير ديال الفوارق الطبقيه ما بين المجتمع. جزء صغير من المجتمع تتزاد غنى، وجزء كبير من المجتمع تتزاد الفقر ديالو. يمكن لك تظاهر، تعمل مظاهره ضد الفوارق الاجتماعيه للمساواه الولوج للوظيفه العموميه، لكن ما يمكنلكش تظاهر تقول انا عندي دبلوم عالي وخصني ندخل للوظيفه العموميه. ما كايناش شي بلاد. انا نقول لك في البلاد، في هذه البلاد ما كاينش تعويض على اسمح لي، في البلاد ما كاينش تعويض على العطاله. في هذه البلاد ما كاينش تكافؤ الفرص في ولوج الوظيفه العموميه. في هذه البلاد كاين المحسوبيه وكاين المحسوبيه. دول في العالم ما فيهاش تعويض على العطاله، ما خدمتيش العطاله كيعطيك التعويض على العطاله الا خدمتي. المانيا عندك فرنسا، المانيا وفرنسا تيديروا التعويض على العطاله من سنه اولى. الا سمحتي بغيت غير بما ان سي طويل كيذكر دائما العالم العربي وانا كنعرفوه، ما يمكنش نتقارنوا مع العالم العربي. لا انا هادشي بيطول. انا لما قلت ما ننساوش باللي الحركه النقابيه والسياسيه في المغرب عندها تقاليد وعندها اعراف. دابا الناس كيتذكروا ماشي الاستثناء، يعني هاد المؤسسات عملت في المغرب باش تكون الحركه الاحتجاجيه والمطلبيه منظمه مسؤوله بناءه معطاءه، وهي اللي وصلت لهذه النتائج كلها. يعني المغرب بغيت نقول ما بداش في 2010 ولا في 2011، وهذا هو اللي خصنا ننتبهوا ليه. وكذلك خصنا ننتبهوا بما انكم كتذكروا على هذا، انا كنعرف يعني من مواقع مختلفه العالم العربي وغيره،
الديمقراطية بدون أحزاب ما عمرها ما غتكون. كيف ما بغات تكون الأحزاب ضعيفة مش ضعيفة، تطورات ما تطوراتش. طبعا هناك سؤال من أجل تطوير الحركة الحزبية والحركة النقابية في المغرب، هذا شيء معقول وعنده الإطارات دياله، لكن هذه المسارات اللي خدت البلاد ديالنا كطرح لنا اليوم مشكل. المشكل الحقيقي اللي عندنا هو القدرة على التشغيل. لما كنقولوا القدره على التشغيل كيخصنا نذكروا، وهذا حق بالنسبه لي، خص جميع المغاربه يكون عندهم حق في التشغيل، ماشي خصو يكون في الدستور. لا مشكل التشغيل كيف في العالم، خص يكون كيف في العالم كله، يعني المغرب ماشي استثناء. فاللي بغيت غير يعني اللي بغيت ناكد عليه، هذا المشكل ديال البطاله، المشكل ديالها هو احنا شنو القدره ديالنا على استيعاب التشغيل. ماشي غير الناس اللي عندهم الدبلومات والناس اللي ما عندهمش الدبلومات. أعطيك مثال، أنتم دابا درتوا حركة ديال 39 مجموعة خدمات واحد 4000، خلقت واحد السابقة في المغرب، ويعني وفعلا في دول العالم وخا كيكون التظاهر بين قوسين مازال هناك بعض الأحيان. لا أنا جاي شاهد اللي مازال ما لا كاين اليوم، كاين اليوم لعلمكم كاين اليوم 59 مجموعة أخرى اللي تكونت واللي الفئات ديالها كتعطي واحد 8000 طالبة وطالبات شغل. هادو غير الناس اللي عندهم الماستر والدكتوراه، لكن والناس اللي عندهم الاجازه والناس اللي عندهم الاجازه والناس اللي عندهم الدواء والناس اللي عندهم البكالوريا وهذوك المواطنات والمواطنين اللي ما عندهم لا بكالوريا لا شنو، ماشي مغاربه حتى هما مغاربه. اذا هنا اللي بغيت نشوف مع الاخت مع الاخت سلوى، لا قبل شنو القطاع العام القدره ديالو على الاستيعاب، وشنو القطاع الخاص القدره ديالو على الاستيعاب، وشنو هي الحاجيات اليوم هذه الاسئله اللي خصنا نطرحوها بهدوء باش نلقاو لها على استيعاب. مع الاسف بالعكس القطاع الخاص عنده واحد المشكل، هو ما كيلقاش اليد العامله، ما كيلقاش الاطر مؤهله، يعني ماشي قضيه المؤهله يعني اللي مطابقه، لان راه المشكل ديال العولمه والمشكل ديال قطاع الشغل راه تيتبدل. راه الحل راه ماشي هو باش نشغلوا الشباب المغاربه في الاداره. حنا راه يلاه هذه سنوات قليله درنا داك المغادرات الطوعيه. اذا حنا دا كنديروا العكس ديال داكشي اللي درنا. انا حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع داك 4000، ولكن تنقولوا بان الا كان مثلا كاين الحكومه عندها 4000 ديال المناصب في الادارات العموميه، ماشي تاخذ الناس اللي متظاهرين، كي خصها تاخذ دير مثلا معايير. دير معايير، دير أقدمية واحد الاقدميه ودير واحد المباراه الى اخره. اما باش نرجع للقطاع الخاص، حنا قدمنا 20 اقتراحات للحكومه، وفي هاد يعني الاسابيع القادمه غادي كنشغلوا عليها. كاين اقتراحات اللي هي عمليه، لان كاين المشكل هو المشكل ديال الملائمه ما بين التعليم وما بين القطاع الخاص. اذا حنا كاين واحد الاقتراحات اللي تنقولوا يمكننا نشغلوا مثلا الشباب اللي ما عندهمش يعني ليكسبيريونس، مازال ما عندهمش تجربه، ولكن الحكومه تحمل معنا المتاعب ديال داك. غنرجعوا للمشكل ديال التعليم. بغيت نسول السي عزوزي كيفاش سؤال مباشر، كيفاش انه هناك مجموعات وتنسيقيات الالاف، فين هي النقابات؟ شنو الدور ديالها؟ كينزلوا الشارع، كيديروا مظاهرات، كيحتجوا، فين هو الدور ديال النقابات بالنسبه لهذا الشباب العاطفي؟ بطبيعه الحال كيف كنعرفوا على ان دور النقابات هو الدفاع عن، ولكن كينزلوا بوحدهم الشارع؟ لا، الدفاع على العمال والموظفين والناس اللي ما خدامينش. حنا في اطار هذا الحوار اللي كان، لان الحكومه بطبيعه الحال كتقول لك عندها اكراهات، ومن الاكراهات اللي كتطرح وهو الشباب العاطل ولا سيما حاملي الشهادات، حنا من المراعاه ديالنا فعلا اننا كنخليو المجال ايضا لتشغيل الشباب والعاطلين. لذلك لولا حنا واحد العدد ديال الاكراهات اللي زعما موضوعيا كاينه، ولكن ايضا حنا القضيه ديال الشباب مطروحه عندنا، لذلك بطريقه غير مباشره ندافع عن الشباب، وحنا كنتنازلوا من اجل هؤلاء الشباب، يعني من هذه من الاكراهات. ولكن شيء اخر هو بالفعل دابا كنجبروا دكاتره، كنجبروا ذوي الشهادات العليا، ولكن عاطلين. هذا كيرجع اننا نتسائلوا، يعني تعليمنا ماذا يعطي؟ خاص التكوين، وخاص لسمو يؤدي بالانسان انه يوجد نفسه في سوق الشغل،
يعني هذا شيء اخر اللي في الدستور الحالي. سمعتي ما كاينش غير الشروط. الدستور الحالي كينص على الحق في التربيه، ولكن فين الخلل؟ لا الحق الحق باش نقولوا انه، لان قلتي سي طويل بانه كيف تعملوا تحتجوا كذا، طبيعه نحتج. ما كاينش في العالم حقي. لا واش انت مع توظيف العاطلين في القطاع العمومي؟ وعلاش لا؟ واش انت كانت مناصب كاين المناصب كيحددها قانون المالية. لا المهم تشغيلهم ماشي دائما في الوظيفه العموميه، ولكن خاص تكون الساحه ديال التشغيل متنوعه. القطاع الخاص خصو يستوعب طبعا الوظيفه العموميه، اذا عولنا عليها بحذا راه ما يمكنش، لانه شنو المناصب ديال الشغل اللي كتخصص الميزانيه؟ هذا هو شنو على حساب ديال المناصب العمومية اللي كتخصص سنويا، يعني ما كتعتاش 15 16 17 الى اخره. قبل سنتين او ثلاثه كانت يلا 7000. يعني حقيقه الوظيفه العموميه لا يمكن لها ان تستوعب كل شيء، ولكن ايضا خاص القطاع الخاص يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، على اساس اننا نفكروا فعلا، لانه كيتقال لي احد الوزراء كيقول لي ودي حنايا راه جبنا ناس من برا يشتغلوا هنا. كاينين علاش؟ لانه اذا هذا كاينش المهارات، كاين المهارات اللي ما كايناش في احنا خصنا نوجهوا ونجيبوهم من برا، وما عندنا هنا عاطين. علاش؟ لاننا ما كوناهمش. ما كوناهمش علاش؟ ما كوناهمش بالشكل اللي علاش ما كوناهمش بالشكل؟ دابا غير نهضروا صراحه، دابا اليوم هذا واحد عنده دبلوم مفرنس، عنده الحظوظ باش يلقى العمل اكثر من واحد عنده دبلوم معرض. ماشي هادشي اوكي. القطاع الخاص هنا البرامج، لا باش تكون واقعي، القطاع الخاص مشكل اللغه، اللغه ديال البيزنس في المغرب هي الفرنسي. نعم متفقين. اللغه وعلاش كنكذبوا على راسنا؟ سي مصطفى الى سمحتوا لي باش من اليوم القدره الاقتصاديه ديال المغرب مطروح عليها تساؤل في مدى امكانيه استيعابها الطلبة التشغيل، سواء الحاملي او غير الحاملي شهادات. فعلا كيطرح سؤال، واش حقيقه هناك علاقه بين المنظومه التربويه وبين سوق الشغل؟ هذا سؤال. لكن انا اللي متفق معكم فيه، وهذه مناسبه، انه ما عندها معنى في بلادنا التعليم ما تكونش فيه اللغات، وماشي غير الفرنسيه، تم غير الفرنسيه. يعني اليوم اصبح مطلب ملح جدا باش نرجعوا لقوه اللغات، وحنا كنعرفوا كنا في العائلات ديالنا، يعني وليداتنا كيقراوا بالعربيه حتى لهذا، ملي كيمشيو للجامعه خصهم يقراوا بلغه اخرى، دونك يكون الانسان ديباسي وديفازي. جوج، واحد المساله اساسيه يعني اللي كان ذكروا عليها، هو اليوم الاستثمارات الجديده اللي بدات كتجي للمغرب اجنبيه كتطلب مواصفات دي بروفيل، هما هذو اللي كنذكروا عليهم، باللي اليوم كيقولوا لنا الناس مثلا ما لقاوش في واحد النوع ديال المؤسسات الاوفشورين، كيقلبوا على الناس اللي كيتكلموا الفرنسيه بطلاقه ما كاينش، غير الفرنسيه حتى الانجليزيه او الانجليزيه والاسبانيه، بعض المهن المتخصصه. لكن كذلك ما نساوش حنا في بدايه كل موسم تعليمي كنسمعوا في وسائل الاعلام برنامج استعجالي، هذا إيه 20 عام حنا عايشين عليه، او الصحافه كنسمعوا بلي واحد العدد كثير ديال المناطق المغربيه ما فيهاش اساتذه اللغه العربيه، ما فيهاش اساتذه الفلسفه، ما فيهاش اساتذه تاريخ وجغرافيا، ما فيهاش كذا. اذا الى كنقولوا بلي عندنا حاجه وخصاص، ما يمكنش خصنا نوقفوا، خصنا نساهموا في هذه القضيه. ولكن الى عارفين بلي القدره محدوده في عدد في كل سنه ديال 3000 او 4000 هذه المواد، نقولوا ودي ما غيتسجلوا في هذه المواد الا واحد العدد محدد اللي غناخذوا منه واحد الفئه. هذا جانب اول. الجانب الثاني، هناك مجالات ديال التكوين المهني اللي تكلمت عليه السيده منذ قليل، واللي توا طرح واحد الرغبه في التكوين المستمر وفي معالجه النواقص اللي كيمكن تكون في السوق ديال يعني ديال التشغيل. انا ما كنظنش هاد الشباب الا قلنا لهم غادي نديروا لكم اسيدي واحد لا فورماسيون ديال 6 mois باش نعاودوا نديروا البيرفيكسيونمون ونعاودوا نقادوا الامور، غيقولوا لا ما يمكنش. كتقول فورماسيون بيرفيكسيون مقادر الفرنساوي يعني الا بغينا نعملوا واحد التكوين باش نضبطوا التاهيل ونضبطوا التملك ديال الشباب لهذه الاليه،
ما كنظنش الشباب غادي يقولوا لا، لا بدا يقولوا مستعدين. واش ما كتظنوش بان القضيه ديال التعريب ديال التعليم فشلت؟ حنا الا كنقولوا صراحه الحدود ديال التعليم في العالم، فاش كتمس التعليم اي دوله الشعب كينزل للشارع. ولكن هنا جاو داروا قال لك نعرضوا ما عندناش امكانيات، ما داروا استفتاء، ما لا لانه هذه المساله نحن نعيش الان نتيجة سياسات سابقة. كيف كتعرفوا على أنه واحد العدد ديال المرات يعني كانت ندوات على التعليم، ندوات، وكل مرة خصنا نديروا ندوة لأن نتائج الندوة السابقة ما نجحاتش. معناه بغيت نقول أنه ما كانتش استراتيجيات، يعني فيما يخص التعليم ما كانتش استراتيجيات، كان ترقع، كنرقعوا هاد هذا، كنزيدوا شي شويه، كنكتشفوا بان داك الشيء ما خدامش. لذلك عندنا مع الاسف ما عندناش النظره البعيده. ما كاينش شكون اللي خصو يغير دابا الاحزاب، لان قريت واحد ما عنده الجرأه يقول اشنو كاين. انا في الحقيقه تنحترم الكبار السن الاساتذه اللي معايا، علاش باش نتقدم بالكلمه، ولكن نوضع الامور في الاطار ديالها الصحيح. المشكل ديال التشغيل هو اساسا نتيجه لسياسات الثمانينات والتسعينات اللي تراكمت فيها مشاكل بنيويه وحقيقيه. المشكل ديال التعليم هو الانسحاب ديال الدوله من الحمايه الاجتماعيه والتخلي ديالها على يعني الواجبات اللي مطروحه عليها امام المواطنين في الولوج والخدمات الاساسيه، الصحه والتشغيل والتعليم. هذا التراجع المهول صالح قطاع خاص ما مهيكلش بالشكل اللي ممكن انه يستوعب لنا الشغيله. حنا عارفين بان القطاع الخاص مسكون بعلاقات عائليه وعشائريه مغلقه، والاداره في المقابل حتى هي مغلقه امام هؤلاء الشباب بالمحسوبيه والمحزوبيه وباك صاحبي ولي كونكور اللي هما واخا كنكملك لي كونكور اللي هما عباره عن مسرحيات رديئه. حنا عارفين والدوله عارفه والحكومه عارفه والمستشار ديال الوزير تيقول لنا بينا تيقول لنا هذا الشيء، وتقول لي يعني الشباب المغربي شنو بغيتيه يدير؟ راه حنا بغينا المغرب ديال القطاع الخاص، لان القطاع الخاص ما تكلمش، لان تيتكلم على القطاع الخاص والقطاع ما تاخذش الكلمه القطاع الخاص. واش حنا هنا باش نتكلموا على استراتيجيات الفاشله ديال الماضي في التعليم؟ لا، حنا كنهضروا على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. الحقوق الاقتصاديه يعني الحق في التشغيل، نهضروا شويه على المستقبل لان المشكل عارفين. المستقبل غنجيو ليه في المحور. لا في هذا القطاع هذا نتكلم على الواقع الماضي. اسمح لي، تكلمتي على القطاع الخاص. القطاع الخاص ما كيوظفش باش يوظف، القطاع الخاص يوظف ملي كيكون واحد النمو على حساب الحاجيات. وحنا في لا سي جي ام درنا واحد الرؤيه ديال 2020 اشتغلنا عليها منذ اشهر، لقينا خصنا 300,000. يعني الا خدينا استراتيجيات ديال المغرب كلها، هي في الطاقه الجديده، في المغرب الاخضر، في المغرب الرقمي، في الصيد البحري، وكنلقاو بان خصنا 300,000. وحنا الان في المغرب يلاه كنخلقوا 130,000 في السنه. اذا حنا عندنا مشكل في القطاع الخاص، يعني ما كنلقاوش، خصنا الشباب يقبلوا مثلا بما ان كان واحد المشكل ديال التعريب وكاين واحد الملائمه، يقبلوا معنا حنا كمقاولات باش نديروا داك الملائمه ونديروا داك التكوين المستمر، والحكومه تدفع يعني تساعد. هذا هو الحل، ما كاينش شي حل اخر، ما كاينش حتى شي حل اخر. هذه خلاصه المناظرات اللي تعرفت، المناظرات اللي نظمتها وزاره التشغيل. هادشي تكلمات على التكوين التحويلي وتكلمات على التكوين التعاقدي. المشكل هو ان الدوله بالنسبه لنا، حنا ما تنحاسبوش القطاع الخاص، حنا الدوله ما قايماش بالدور ديال الدوله الضامنه. احنا ما تندخلوش على القطاع الخاص، ما عندناش ضمان. شنو هو الدور النقابات الا ما كنتوش كتعرفوا؟ كيفاش كيدوزوا لي كونكور؟ كيفاش كيتم التوظيف؟ ما عندكم النقابات كاينه في جميع القطاعات، واش انتم ما كتراقبوش مثلا فاش كتجي الدوله كتقول لك عندي 16,000 وظيفه عموميه ما عارفش التوزيع ديالها وكيفاش كيتم التوظيف الشباب ديال الحاملين الشهاده؟ احنا كنعرفوا الان بانه التوظيف يتم عن طريق المباريات وعن طريق هو كيقول لك ما كاينش مباريات ديال الرشوه اللي تتوضع على دابا غير اخيرا كاين اللي توظف، كاين توظف بدون مباريات واحد العدد اخيرا، ولا سيما من ذوي الشهادات العليا. ولكن ذوي الشهادات مثلا الاجازه يعني كخصهم يدوزوا المباراه. بطبيعه الحال النقابه واش كيف غادي دير باش تجي تراقب اسمه
بعض الأشياء نعرفها جميعا ولا يمكن أن نراقبها، نعرفها جميعا وهي كاينة ونعيشها، ولكن آليات ديال المراقبة ما كايناش، آليات المراقبة ما كايناش. غير واحد لسمو الأخت سلوى قالت أودي ما نتكلموش على الماضي، لما كنكونوا كنعيشوا الحاضر فمعناه أنه نتيجة الماضي. متفقين، ولكن أبقى لا لأنني خصني نستافد من السياسات الماضية. شنو هذا؟ كنكتشف أخطائي، لذلك أنني خصني لابد أنني نقرأ يعني شنو درت باش نتلافى الأخطاء اللي عملت في الماضي. كم من مناظرة درت في التعليم وكم من اسمه. أنا كنظن مزيان في المغرب اليوم، واش المجلس الاقتصادي والاجتماعي عنده شي دور فيما يخص القضية ديال الوظيفة العمومية؟ كيفاش كيداروا المباريات؟ واش ما يمكنش يلعب شي دور في حل هذا المشكل بصفة نهائية؟ فرنسا كدوز الكونكور، كتدخل الانترنت يوميا، كاين كونكور يوميا، كاين مباراة، كتدخل الانترنت كتسجل، كتمشي تدوز مباراه، عاد كيطلبوا لك تجيب الاوراق. هنا العكس، كيطلبوا لك 100,000 ورقه، عاد كتمشي تدوز الكونكور، كيقول لك ما جابش الله. سمحوا لي باش ما نغلطوش الناس، باش ما يتسحب لهمش راه المجلس الاقتصادي والاجتماعي غادي يحل المشاكل ولا عنده شي عصا سحريه. هذا شغل الحكومه عندها الامور ديالها. دابا اللي كنذكروا عليه هو كنستحضروا الماضي من اجل البناء المستقبل. حنا اليوم قبل ما نبنيو اي مقترح، وكنظن هذه القضيه ديال الشباب والتشغيل ديالهم من الاولويات ديال المجلس اللي غتعطي فيها مقترحات للحكومه والقطاعات الاجتماعيه كلها. والان حنا في واحد اللحظه ديال اعاده التشخيص، معرفه المعطيات والارقام، وطبعا كندوروا في هذا الشيء ديال الحكامه والمساواه في الحقوق. ما يمكنش انا عندي اجازه وانت عندك اجازه في نفس الماده وانا نلقى شغل وانت ما تلقاش، والعكس. فلذلك اليوم خصنا نفكروا بهذا المنطق. لكن راه في المغرب ديال اليوم مزيان تفكروا بلي المغرب ما بداش في 2011 ولا في 2010، راه بدا كذا. ولذلك انا كنظن باللي اليوم السؤال عندنا، هاد العشر سنين الاخيره المغرب دار واحد المجهود، لان الفرقاء الاجتماعيين كلهم داروا واحد المجهود، النقابات سجهم فعلا تحولت الى مقاولات حقيقيه، ما بقاتش هذاك الشيء اللي كنت كنذكروا عليه كلها مقاولات، لا، كاين واحد النزاهه وكاين واحد الشفافيه وكاين واحد التطوير في يعني في العمل. لكن اليوم ما ننساوش حنا يلاه عندنا 50 عام في الاستقلال، كيفاش هذا الشيء نمأسوه ونطوروه باش تكون عندنا تقاليد؟ كذلك بعض المواصفات في الاجير او في الموظف عاد ولات مطروحه اليوم كيفاش حنا نتعاملوا معها في سوق الشغل؟ الى كنخرجوا في الجامعه سنويا واحد العدد، هذه القضيه ديال التوظيف في القطاع العام محكومه ب ب بلي بوست بيجيتير اللي كيكونوا في ميزانيه. الى كنا كنديروا في القانون المالي واحد العدد، اليوم مفروض على الدوله خصنا نفكروا، وانه غدا هذاك الارقام خصها تضعف، ولكن ماشي غتضعف خصها تمول. ماشي غتضعف غير باش ننتقلوا الكاهل، وخاصه احنا عارفين التقارير الدوليه كلها كتطلب من المغرب باش تنقص من لاماس سالاريال اللي كاينه في هذا مشكل. المشكل الثاني القطاع الخاص، انا عارف باللي عنده يعني مش عارف مقتنع باللي عنده مؤهلات اليوم باش يستوعب هذه المساله، ولكن كيطلب كذلك بعض الامتيازات. هذه الامتيازات انا في نظري غدا خصنا نعرفوا شنو المقابل ديالها باش نزيدوا في دور يعني في المقاوله المواطنه. بقات مساله اساسيه، كاين واحد ضياع اللي كندوي عليه في القطاع الغير المنظم. لا يعقل في المغرب ديال اليوم اللي كنبنيو الغدا باش السلطات المحليه بجميع يعني التخصصات ديالها ما تكونش عارفه بلي كاين واحد الشركه او واحد القطاع غير منظم وغير مسؤول وما كيديكلاريش الناس الضمه الاجتماعي وما عندوش الحمايه الاجتماعيه وما عندوش السلامه ديال الشغل، يعني عيب وعار باش نلقاو هذه القضيه ونسكتوا عليها، لان عندها تعقيب كتضرب الحقوق ديال المواطنه في هذا المجال هذا. وكنظن الى حنا ضفنا، وانا راه الاخت سلوى تكون متفقه معايا في هذه القضيه، الى ضفنا القطاع الغير المنظم وتهيكل الكلمه مع القطاع الغير المنظم. لا، غير بغيت ناكد بان من غير الوظيفه العموميه ومن غير التشغيل في القطاع الخاص راه كاين ما يسمى بالتشغيل الذاتي،
لوطو انتربرونور راه فرنسا في 2009 2010 تخلقات اكثر من 100,000 مقاوله. وحنا هنا كنطالبوا تنقولوا خصنا يكون عندنا واحد النظام ديال التشغيل الذاتي اللي فيه مثلا تبسيط المساطر الاداريه باش تخلق المقاوله، يكون فيها واحد النظام جبائي خاص. اذا راه كاين اقتراحات اخرى، خصنا غير نكونوا يعني نكونوا ان بو سوب، ما نبقاوش كنستعملوا داك احتجاجات ديال الماضي. هادشي اللي بغيت نقول، لان العالم طور، اذا حتى الطلبات ديالنا خصها تطور، وكاين حلول اكثر. مثلا غير الطاقه المتجدده في فرنسا تخلقات اكثر من 80,000 مقاولة صغيرة. فرنسا نهار اللي داروا الطاقة المتجددة. دابا في المغرب يلاه بدينا واحد المشروع كبير ديال الطاقة المتجددة، إذا علاش ما نساعدوش هاد ماشي الطلبة، هاد الخريجين اللي عاطلين، علاش ما نساعدوش باش يديروا التشغيل الذاتي؟ إذا كاين حلول أخرى، خصنا غير يعني خصنا واحد الانفتاح، يكون واحد يعني انفتاح، ويكونوا حتى الشباب تيتفاهموا، ماشي يقول لك حنا بغينا الإدارة أو لا والو. انا هذا هو الخطاب اللي ما متفقاش معاه. انا غير نرجع للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي. حقيقه الناس كيخلطوا كيتسحب لهم هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو اللي غادي يحل المشاكل والمطالب. اقتراحات واستشارات، هو قوه اقتراحيه فقط استشاريه اللي يمكن الجهاز التشريعي او الجهاز التنفيذي انه يستفد من الدراسات اللي يمكن يعمل او كذا، ولكنه هذا حدوده. احنا في الفيدرال الديمقراطية الشروف المذكرة اللي قدمنا في الإصلاح قلنا أن هذا المجلس خص توسع الاختصاصات دياله، وحتى في التركيبة دياله خص إعادة النظر فيها، ماشي بحال التركيبة اللي كاينة حاليا، ويكون عنده دور أكثر من الدور لاسمه. هذا بالنسبة للمؤتمر. غنرجعوا الاقتراحات، غنتابعوا الآن آراء بعض المواطنين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وسنعود لنواصل النقاش. أعتقد بأن المغرب حقق نتائج إيجابية على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في طبيعة الحال في السنوات الأخيرة، إذا تم فتح مجموعة من الأوراش الكبرى التي ساهمت إلى حد كبير في تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا لا يعني أن المغرب طبيعة الحال مطالب بضرورة يعني تحسين الحقوق الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحق الشغل، أيضا الحقوق الاجتماعية فيما يتعلق بحق السكن، على اعتبار أن عدد كبير من المواطنين لا زالوا يعيشون يعني أوضاع صعبة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بطبيعة الحال هذا لن يتأتى إلا من خلال تضافر جهود المجتمع المدني بالإضافة إلى الدولة اللي كان طلبها بتحسين يعني الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي. في الحقيقة ما نصبوا إليه كشعب مغربي أكبر من ذلك، لأن مثلا مؤشر التنمية في المستوى الأخير هبط إلى 129، وبطبيعة الحال في ظل ما يمتلكه المغرب من ثروات ومن طاقات يمكن لنا أن نحسن الوضعية إلى أكثر من ذلك. وأعتقد كذلك بأن في السنوات الأخيرة رغم هذا التحسن ما زالت هناك مجموعة من الطبقات التي تعيش التفقير وتعيش التهميش على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى مثلا في التعليم في الصحة إلى غير ذلك. الشغيلة العاملة كطالب زيادة في الأجور وتخفيض الأسعار، والسكن الاجتماعي اللي ما بقاش الثمن ديالو كيقدر عليه العامل المغربي، وكنطالبوا بالديمقراطيه وكنطالبوا بالشفافيه ومحاربه الفساد. اولا التقاعد التغطيه الصحيه مدى الحياه وبدون خراط، وعدم حرمان الارامل بعد وفاه زوجهم من التغطيه الصحيه، ونطالب بالعقده. نحن نعمل على واحد النظام اللي ما فيه لا عقده لها، تطبيق قانون الشغل والحمايه الاجتماعيه وتدخل الضمان الاجتماعي في حل المشاكل العالقه وتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في قانون مدونه الشغل. احنا المطالب ديالنا كشعب ماشي كعمال فقط، وانما كشعب من حقنا التمرس العالي، من حقنا التغيير الجذري في الدستور، من حقنا أن نعيش كمواطنين أحرار كرامة وبشرف. سلوى بلقزيز، في مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن التعديلات الدستورية ركزتم على دسترة اقتصاد السوق كاختيار استراتيجي للمغرب، وتحاشيتم الحديث على ضرورة إنهاء اقتصاد الريع الذي يشكل السمة البارزة للاقتصاد المغربي، لماذا؟ فعلا من بين المرتكزات ديال الطلبات اللي قدمنا للجنه ديال التعديل ديال الدستور
بعد المبادئ الموجهة والحقوق الأساسية تكلمنا على دستارة اقتصاد السوق. يعني بالنسبة لنا باش تكون عندنا واحد ديمقراطية اجتماعية بحال اللي طالبوا بها المواطنين، يعني التوفيق ما بين الحرية ديال المقاولة، يعني هي اللي تكلمنا عليها ديال إنشاء المقاولة وحق الإضراب وحرية العمل. وايضا بالنسبه لي بحال اللي تكلمنا على اقتصاد السوق، لان كاين اقتصاد السوق يعني ان الدوله ما كتدخلش. لا 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 بلاص، الدوله يعني تدخل، كتكون الدولة محدود، تكون الدوله التدخل ديالها محدود، ولكن تكون واحد المنافسه. يعني دابا الان في الدستور في الحالي الا سمحتي نقدر نقول لك بالضبط يعني كيفاش بالنسبه، حيت مشيتي لي نيشان المقترحات الاخير. يعني صارت اقتصاد السوق كيعتبر بان المقاوله عنصرا اساسيا في هذا النقاش، هذا اللي كيدوز نقاش سياسي في ابعاده الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. فاحنا مدعوين الى تقديم واحد المساهمه في اشاعه مناخ اعمال بعد شفاف اولا، يعني هذا هو المشكل الاول اللي كتعاني منه. انت ما هضرتوش على اقتصاد الريع في لا عادي، لا عادي الوحر وكفيل بضمان تنميه اقتصاديه واجتماعيه. اذا بالنسبه لحريه المقاوله كيتعلق الامر باعاده تاكيد وضمانات حريه المقاوله والحق في الملكيه كحقوق الاساسيه، ويتعين ان يؤثر الدستور السلطه التشريعيه في تحديد ويكون من غير الدستور استمرار الممارسات التي تحد من حق الملكيه الخاصه وحريه المقاوله الى الدرجه التي تكون متناقضه مع الماده الثانيه من اعلان حقوق الانسان. ضمان اقتصاد السوق، هذا الشيء اللي تكلمتي عليه، هذا المبدا هذا ما كاينش في الدستور الحالي ديال 96 بصراحه، ولكن تنعتبروا لأن اقتصاد السوق على مبادئ يتعلق الأمر بالملكية الخاصة، حرية المقاولة لكي يمكن تعددها وتنوعها في إطار المنافسة من ملائمة أكثر نجاعة لضرورات وتطورات الاقتصاد والمجتمع. إذا بالنسبة مع السيد العزوزي، أنت متفقين مع الطرح ديال دستارة اقتصاد السوق؟ ضمان المنافسة الحرة والشريفة، لأن هذه قلتي بأن ما تكلمناش عليها. تكلمنا عليها لأن قلنا بأن الدستور الحالي لا ينص على المبدأ ديال ضمان المنافسة الحرة والشريفة، وحنا كمقاولات كنطالبوا بها. شنو كتقصدوا بها؟ كنقصدوا بها يعني تساهم المنافسة في النهوض بحرية المقاولة، حماية المواطنين والمقاولات باعتبارهم حتى هما مستهلكين. كيتعين بالقانون، حنا نخليو القانون لان هذا غير الدستور، كيتعين بان كاين قانون المنافسه، كاين مجلس المنافسه. لا هذا مجلس المنافسه كنطالبوا حنا باش يكون في الدستور، حتى هو دستارات مجلس المنافسه، دستارات المجلس ديال محاربه الرشوه، دستارات من غير دستارات المجلس الاقتصادي. شوف الموقف ديال السي العزوز من القضيه ديال اقتصاد السوق. ايوا بطبيعه الحال ما يكونش اقتصاد السوق معناه انها الفوضى، وبطبيعه الحال الدوله مسؤوله على في النهايه على ما يروج في البلاد كامله. اقتصاد السوق يعني ان العرض والطلب، الاسعار إيه العرض والطلب، العرض والطلب ما يبقاش الدعم للمواد الاساسيه، ولكن كنشوفوا حنا العرض والطلب كيف صندوق المقاصه يخلوا بهذا المبدا ديال اقتصاد السوق. في الدول اللي عندهم اقتصاد السوق ما كاينش الدعم، ما كاينش الدعم ديال الزيت ديال اخر، باش نكونوا واضحين ان اقتصاد السوق في نقاش. ايه ولهذا كيخص حنا دائما كنحملوا المسؤوليه للدوله مهما كان الامر، لانه السبامه ما ستؤدي الى اشياء اخرى، الى اشياء اخرى. شنو هي الاضافات ديالكم في المقترحات؟ هنايا في المقترح كاين الدستور الحالي كاين التعليم وكاين الشغل، شنو هي الاضافات اللي زدتوها في المقترحات؟ هنايا بالنسبه للمقترحات ديالنا عندنا عده مقترحات كفيدرالية ديمقراطية للشغل. عندنا بالاضافه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي دوينا عليه، مجلس المنافسه. مجلس المنافسه اللي بغينا انه هذا المجلس خصو يكون يكون دستارتو، خصو يكون دستارتو من اجل محاربه الاحتكار، لان كنعرفوا الان الاحتكار اللي كاين في في في, في البلاد. لذلك ونجعلوه يعني هيئه اللي فعلا انها خصها تقوم بالدور ديالها. مجلس المنافسه الان اللي كاين حاليا يعني تدار، ولكن الى سولتي اشنو كيدير فعلا غادي يكون جواب حقيقه كتقول لاش هذا مجلس المنافسه، بحيث حتى الامكانيات، بحيث حتى الامكانيات
تدارت ليه وما تعطيش ما تعطاتليش لا الامكانيات ولا لذلك خصو يكون مجلس حاضر وعنده قوته في اسمه لمحاربه الاحتكار بالاساس، لان كنعرفوا الاحتكارات اللي كاينه في واحد العدد ديال المجالات، فهذا كيخص تكون شفافيه وتكون المنافسه شريفه، تكون المنافسه الشريفه ماشي ولكن كنسجلوا الخطوات الخطوه الاخيره، لان جلاله الملك استقبل الاستاذ علي بن عمور، فكيظهر لي على انه كاينه خطوه اللي يمكن تجعل في المستقبل، ولكن حنا في الفيدراليه اكدنا على ان هذا المجلس المنافسه خاص الدستور ينص عليه ويجعله هيئه دستوريه. شنو هي الحقوق اللي كتشوفها اللي خاصها تدخل الدستور؟ طيب انا قبل ما نتكلم على في حق من تكلمتوا على اقتصاد السوق، وانا عندي تحفظات لا فكريه ولا تصوريه على البرلة الاقتصاد وانسحاب الدوله من مجال السوق، وتبدات التجربه التاريخيه بان الانسحاب الكلي للدوله ادى في نهايه المطاف الى ان الاحتكام الى مبدا المنافسه الحره ادى الى اغتيال المنافسه الحره. الان الناس تتكلموا على الدولة الرفاه الاجتماعي في بريطانيا، تتكلموا عليها في المانيا مع حكومه انجيلا ميركل، مع الحكومه ديال توني بلير، الدوله اللي تتدخل في السياسه الاقتصاديه بتحديد المعالم ديالها الكبرى، القرار السيادي الاقتصادي تتبقى متحكمه فيه وتخلي الامور تمشي في هذا الاتجاه. انا شخصيا تنتكلم على دوله العنايه الاجتماعيه. دوله العنايه الاجتماعيه يعني الدوله التغطيه الاجتماعيه خصها تدخل، التغطيه الصحيه خصها تدخل الدوله اللي تبقى تحمل مسؤوليه المواطن، لان احنا بصدد بناء تعاقد سياسي خصو يتبنى تعاقد اجتماعي ويصونوا على الاقل في الحقوق في حق في الولوج للخدمات الاساسيه اللي هي الصحه والتعليم والشغل والسكن الاجتماعي. هذه امور مفروض اننا نتكلموا عليها في الدستور. تنطالبوا في حقيقه بالسياسه الحمائيه الاجتماعيه، انه تكون هذا الامر والصيانه ديال المؤسسه العموميه. الان كاين واحد النوع ديال الاغتيال ديال مؤسسه التعليم العمومي والمؤسسات العموميه ديال الصحه. حنا تنطالبوا يعني بالشباب املهم انه هذه المجالات ما تخوصش، لانها مجالات سياديه واستراتيجيه باش نبنيو واحد الدوله ديال الكرامه وديال العداله. انا كنظن مزيان اليوم باش نشيروا باللي المغربي شنو هي الكرامه ديالو بالنسبه ليه والنخوه ديالو، هو يلقى عمل ويلقى سكن، ولهذه القضيه الشغل راه هي عنوان الاستقرار والتنميه في المغرب. ثم حنا كنذكروا بحال ان المغرب عندنا راه هو الرباط والدار البيضاء ودوك المدن الكبرى، ايوا والباديه اللي ما عندهمش حتى والجبل. ولهذا خصنا نعاودوا التفكير. مساله اخرى هي ان اليوم ربما من الضوابط اللي خصها تكون خصنا نراجعوا هذا الصندوق المقاسه. ما يمكنش شي واحد اللي في المدينه بحال واحد في هذا العمل ديال المجلس خصو يفكر في هذا 4 سنين وحنا اخرنا كنفكروا في الحل ديال ما يمكنش الناس كيشريو البوطه كلهم بحال وكياخذوا ليسانس ديال الطوموبيل كلهم بحال والفقراء ما عندوش طوموبيلات اصلا، والفقراء ما عندهمش. كاين تهرب من الضرائب، وكاين اليوم بحال اللي كاين الا حنا كاين بزاف الناس عندنا في المغرب كياخذوا فرنسا نموذج، واخا ما عرفناش واش اليوم متقدم ولا متخلف. فرنسا ما فيهاش الدعم، ولكن ما كاينش الدعم وكاينه ضريبه على الثروه. هذا سؤال اليوم يمكن يتطرح، وخص نظام الحكمه اللي فيه محاربه اقتصاد الريع والمنافسه الشريفه. ولكن بغيت نرجع لواحد المساله، هذه القضيه ديال الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه راها مساله اساسيه، كذلك اعاده النظر في التقاعد. لا يمكن، وهذه سنوات قلنا ونعاود اليوم في هذه القناة، قلنا باللي القنبلة الاجتماعية في ذاك الوقت من بعد 10 سنين وهي جات اليوم أو 15 عام هي منظومة ديال التقاعد. ما يمكنش واحد الإطار كيعيش على واحد القياس، لما كيخرج للتقاعد كيلقى قل من الثلث ديالو، ما عندها حتى معنى. اليوم هذه المنظومة خاصها تبدل. لكن بغيت نشير بالمناسبة كذلك باش نوسعوا القاعدة ديال التشغيل، كاين تفكير في المقاولات الصغرى أو التوظيف الذاتي اللي قالوا الإخوان، لكن خص وراكينا تجارب ديال المقاولاتي وكذا وكذا اللي خصها تسهيل المساطير، خص الضمانات، خص الابناك تنخرط في هذه العمليه، وخص الدوله تنخرط في هذه العمليه باش نرجعوها الثقافه، حيت الثقافه ديال المقاوله مازال مبخسه عند المواطن العادي وعندنا حنا عند الشباب اللي كان يعني اللي كنعرفوا. خص تولي تبان عندهم اللي عندهم ثقه في نفوسهم في هذه القضيه، وغيلقاو واحد الدعم واحد المسانده، ولكن مواكبه كذلك باش يمكن لهم يوصلوا ينجحوا عبر مراحل، حيت هاد التجارب اللي دازت
حنا شفنا باللي الناس خداو سلفات ولكن شراو سيارات وشراو شي حاجه اخرى. ماشي كل واحد المواكبه باش تكون هاد الثقافه ما نعموش. خصنا نساعدوا هاد الشباب باش يدخلوا لهذا العالم ويكونوا مؤطرين ومواكبين باش ينجحوا المشروع ديالهم. الى نجحات هاد المشاريع الصغرى غتجعل ثقه في الشباب وغتجعلهم يغامروا. والى تجاوبت الابناك والمؤسسات والسرعه ما يمكنش شي واحد ملجا عندنا يدير اكثر من 3 شهور باش عاد نجاوبوا الناس. احنا سمعنا كاين اللي عنده تاع عام تاع اكثر من عام ما عنده حتى معنى في المغرب ديال اليوم. ولذلك خصنا نفتحوا المجال نعملوا الثقه للشباب في بلادهم ونعيشوا بالامل. حيت الامل مع هاد الاصلاحات الدستوريه مع ماشي غير واخا كنسجل اليوم ان الدستور ولا قضيه مجتمعيه وهذه مهمه في المغرب لان في تاريخ المغرب كانت العرائق في الدستور محدوده الناس اللي كيتذكروا فيه. اليوم قضيه مجتمعيه ورش. لكن هذا الورش اليوم كيخصنا نحضروا القوانين المواكبه له هي اللي غتدخل المغرب على السكه اللي قلتي ديال الحداثه وديال دوله الحق والقانون وديال المؤسسات واحترام حقوق الانسان. الا سمحتي نرجع كلمه اخيره انا مابقاناش الوقت ما قلنا والو في اقتراحات ديال لاسي جميل. درتي نقطه عطينا غير اضافات واش طالبين بالمقابل؟ طلبنا العداله الجبائيه. طلبنا العداله الجبائيه هذه مهمه لان ما كايناش دابا العداله الجبائيه. خصنا واحد النظام جبائي. شنو بغيتو تزيدو في الضرائب؟ لا بلا بغينا كلشي يخلص الضرائب يعني المقاولات الصغار والكبار وكلشي يخلص لان دابا راه كاين قليل الفئات اللي كتخلص الضرائب. طلبنا ماشي غير التهرب كاين بحال كاين يعني طلبنا المساواه بين الجنسين ما يمكنش ما تذكرش عليها لانك كرئيسه شرفيه. لا بالنسبه لان الفصل الثامن في الدستور كيقول بان رجل والمراه يتمتعان بنفس الحقوق السياسيه فقط. حنا طلبنا في الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. والنقطه مهمه الله يخليك الا سمحتي هي طلبنا دستارات يعني ارباب العمل يعني جمعيات ارباب العمل كلا سي جي ام لان الا شفنا الدستور الحالي كيتكلموا على النقابات كنتكلموا على لي فيدرال نزيدوا الباترون حتى هو في الدستور كنتكلموا على لي شومبر. ودابا شكون اللي كيتذاكر مع النقابات ومع الحكومه في الحوار الاجتماعي؟ واش الغرف اولا لا سي جي ام؟ لا سي جي ام اذا خصنا دستارات يعني جمعيات لا خصنا ماشي غير مؤسسه خصنا دستارات مؤسسه كمؤسسه تمام. يعني جمعيه الارباب لان القوانين كلها هي اللي دابا تقنيه بغض النظر لان عندنا الوضع المتقدم مع الاتحاد الاوروبي والقوانين كلها هي اللي كنعاودوا فيها كيخصنا في مجالس الاداره وداك الشيء ما كنقدروش نديروا لا سي جي ام لان فيما تنقولوا خصنا نديروا لا سي جي ام مع الغرف طبعا تيقول لك لا سي جي ام ما كايناش في الدستور. اذا هذا الطلب وكنتمناو بان ان شاء الله سي عزيزي كلمه اخيره ما بقناش الوقت. على كل حال انا غير بغيت نشير ان غادي نشير بسرعه الاشياء المطلوبه من طرف الفيدراليه بالنسبه للاصلاح الدستوري. المجلس الاقتصادي والاجتماعي تكلمت عليه كاين الحوار الاجتماعي ومؤسسته ودستارته بيان سور. المجلس المنافسه اللي كنقولوا خصو الدستاره من اجل محاربه الاحتكار واقرار قواعد شفافيه. الهيئه المركزيه للوقايه من الرشوه وهذا شيء اساسي خص الدستاره ديالها وتحويلها الى هيئه وطنيه لمحاربه الفساد مجلس المفاوضات او المفاوضه الجماعيه هذا كيكون واحد الفضاء اللي كيكون فيه حوار كيكون فيه للوصول الى اتفاقيات وهذا المجلس هذا كيعطيوه في دول اخرى قيمه كبيره مثلا في جنوب افريقيا. واش ما كيعملش كيتنافسش مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ لا 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 هذا عنده واحد القيمه كبيره. مثلا في جنوب افريقيا رئيس الدوله كيترأس هذا المجلس هذا في كل دوره سنويه. فهو فضاء اللي كيكون فيه الحوار النقاش مع الاطراف للوصول الى حل بعض الاشكاليات. الشق الاقتصادي بالنسبه لنا ايضا كنقولوا خص التوزيع العادل للثروه، محاربه الفساد واقتصاد الريع، محاربه التملص والتهرب الضريبي واعاده النظر في الاعفاءات الضريبيه في عدد من القطاعات مثلا الفلاحه والصيد البحري الى اخره. اعطيك كلمه اخيره. ولكن كنتمناو في الاخير كنتمناو على ان الاصلاحات الدستوريه اللي احنا بصددها الان انها تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي. ذلك ما نتمنى سي طويل كلمه اخيره. حقيقه الامر انا اللي تتضح لي من هذا النقاش في دستارات الحقوق يعني دستارات المساله الاجتماعيه هو المساله الاولى هو ضروره تذكير بالسياسه الحمائيه.
الدوله يعني مطلوب منها انها تصون الحق في التعليم، الحق في التشغيل، الحق في الاضراب، والحق في السكن. خصنا سياسه دعم رشيده. صندوق المقاصه مفروض انه تحلوا نديروا سياسه الدعم بالشكل الاجتماعي الفئات ما معروفه، توسيع صلاحيه البرلمان في الرقابه على المال العام. احنا تنشوفوا الان تقرير ديال المجلس على الحسابات، هضرنا في الحلقه الماضيه على صلاحيه البرلمان. شكرا. ضريبه على الثروه، ضريبه على الثروه. كلمه اخيره. انا شكرا. كنعتبر القضيه ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه هي واحد عنوان كبير ديال تجسيد احترام حقوق الإنسان، هي عنوان ديال الكرامة وديال المواطنة الحقيقية، وهي عنوان ديال بناء دولة الحق والقانون والمغرب اللي يمكن كل مواطن ومواطن يلقوا فيه ذاتهم ويرتاحوا فيه هما ولوليداتهم غدا إن شاء الله. واحد شكرا. واحد الاقتراح نسيت ما تكلمتش عليه ديال لا سي جي ام في اطار في افق الجهويه المتقدمه. الدستور الحالي كيتكلم على حريه تنقل الاشخاص. حنا كنقترحوا تعزيز هذه الحريه بحريه تنقل البضائع والخدمات في كل مناطق المملكه. شكرا. في النهاية أشكر ضيوف البرنامج سلوى بالقزيز عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب والرئيسة الشرفية للجمعية المغربية للنساء سيدات الأعمال، عبد المقصود رشدي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد طويل عن مجموعة إدماج المعطلين حامل الشواهد العليا، عبد الرحمن عزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشور. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة لهذه الحلقة الأخيرة من سلسلة الحلقات الثمانية التي قدمناها لكم. أشكر جميع من ساهم في إعدادها. بعد قليل هشام غرفاوي يقدم لكم نشرة المسائية. دمتم بخير وإلى اللقاء في فرصة قادمة.